حياكم الله مشاهدينا، سنكمل معاكم فقرات برنامج ليالي الكويت، ونبي نرحب الحين بضيفنا بطل العالم في سباق الدراجات المائيه محمد بغبيع. يا هلا ومرحبا فيك، والف مبروك على هذا الانجاز الاخير اللي حصلت عليه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير اخوي عبد الله، سعيد جدا اني اكون متواجد معاكم في هذا اللقاء الجميل. ونمسي طبعا على اخواننا المشاهدين المستمعين. اول شيء الله يبارك فيك، الحمد لله بعد فضل من الله سبحانه وتعالى ثم تعاون الشباب قدرني هالإنجاز الطيب اللي يشرف ديرتنا الكويت، والحمد لله المرة الثانية على التوالي. يعني كابتن محمد، احنا دائما نقول احنا فخورين وايد بشباب الكويت، وفخورين بانجازاتك وانجازات كل الفرق والشباب اللي قاعدين يشتغلون على نفسهم بصورة اكبر ويوصلون للعالمية. نعم. ينشرون فيها اسم الكويت ويرفعون فيها علم الكويت والراية الكويتية. نعم. عالية أمانة. يعني احنا نشوف الآن الشاب الكويتي قاعد يترك بصمة جميلة جدا في جميع المجالات، مو بس مجال الرياضة، في شتى مجالات. دائما نشوف ان الشاب الكويتي اذا حط شيء بباله دائما يسوي منجز، وفعلا يعني تلقيني كرر مرة مرتين ثلاث احنا نمل، بس نسوي خلاص مشى بهالدرب، من ساعات نكون نشجعه ونقول له خلاص متى تبطل. فأمانة الحمد لله انا سعيد جدا، وانا كل اقول دائما اي شخص عنده هوايه عنده موهبه يطورها بطريقه ايجابيه، يخدم فيها وطنه اهله جماعته المجتمع الكويتي، يعني بصوره ايجابيه تكون أكيد مميزه حق المستقبل. احنا ما نمل اكيد من هذه الانجازات. يعني حصلت محمد على 22 ميداليه ذهبيه. نعم. من اكيد 12 سنه متتاليه. نعم. كلمني على هذا الانجاز، من 4 ايام يعني حصلت على هذا اللقب، دخلت في موسوعه غينيس. طبعا ما يخفى عليكم ان انا قبل سنه ونص دشيت هذه الموسوعه ب 21 ميداليه ذهبيه خلال 11 سنه متتاليه. ما قدمتها، يمكن وايد ناس اني تقول ليش ما قدمتها من قبل، ما كانت اني احنا نقدم هذا الشيء الا ما حصلت على الميداليه رقم 21 اللي هي بسنه 2017 شهر 10 في ولايه التحدي الامريكيه اريزونا. قعدنا بعد البطوله مع اعضاء منتخب الدراجات المائيه وطرحت هذه الفكره، انه محمد ما شاء الله انجازات عندك وسي في، يعني ايش معنى بعد ال 21؟ بس يعني كنت بين خلاص كبرت بدش 30، فالفكره انه قبل 30 تقدم عليها على اساس انه يكون صعب احد يكسر هذا الانجاز سواء بالعمر، اثنين انه متواصل، ما تدري السنه وراها تفوز تخسر تطيح من الجيتسكي تخرب الجيتسكي يلحق وهو للحين بالقمه. فرصه انه كانت هذه، وفعلا يوم قدمتها اخذت معي تقريبا الى 4 إلى 5 شهور على اساس ما تم الرد من قبل الموسوعه، لانه يحتاجون طبعا ان هذه الشهاده ان النتائج 100%، الوقت، اليوم، التاريخ، نوع الميداليات، اي سنه بلشت، اي سنه انتهيت، النتائج موجوده بالموقع الرسمي صحيحه، توقيع من رئيس الاتحاد. احنا طبعا الاتحاد اللي نشارك فيه اسمه IGSBA، هذا اتحاد مختص رياضه الدرجات المائيه. يوم قدمنا وردوا لنا سين وجيم وكتابنا وكتابكم على قولتهم، الحمد لله اول ما ردوا علي يعني ركزت أن تكون في شهر 3 اللي هو مع اليوم العالمي للشباب، يعني ما يقارب هالأيام هذه. حلو. والحمد لله طبعا بلغوني أن تم دخولك هذه الموسوعة بفارق يمكن 5 أو 6 مراكز بيني وبين المسجل بالموسوعة نفسها، بس هو الفرق مثل ما قلت لكم أنه مو متتالي، ومن 1981 شارك بحصلة 18 ميدالية. أيوة. أنا بدأ السنة قدرت أحصل على 21. أيوة. فدخلنا هذه الموسوعة وبعدها انزين كابتن محمد، خلينا نتكلم عن هذه الموسوعة. أحس صايرة هبة عند شباب الكويت إن أهما يسجلون فيها وإن فعلا يأخذون مراكز فيها ويتسجل اسمهم من خلال هذه الموسوعة، هل هي سهلة؟ شوفي، في دخول موسوعة غينيس جدا سهلة بأمور تافهة جدا. تاكل 15 برجر ب10 ثواني انت دشيت موسوعة غينيس. تمشي بالليل لمدة 50 ساعة ممكن تدش موسوعة غينيس. هي على حسب شنو دخولك الموسوعة، ولكن انا دخلت موسوعة بجهد واجتهاد فضل من رب العالمين. يعني مريت ب11 سنة ممكن انا اكون فيها اصابات، تغربت من جماعتي، الحياة الاجتماعية قللتها، قصرت شوي من الامور على اساس ان انا امثل ديرتنا الكويت خارج هذه في هذه الرياضه او ان نقول في هذا المحفل الرياضه درجات المائيه. فدخول موسوعة يختلف من شخص الى اخر، يعني الانجاز هذا ان شاء الله انا حاط ببالي انه 10 سنين ما حد راح يقدر يكسره.
إن شاء الله. لأن مثل ما قلت لكم متتالي وأن فترة قصيرة قبل 30 سنة. يظل إن شاء الله إنجاز كويتي مستمر. إن شاء الله ليش لا. أكثر. أنا بيتكلم يمكن اللعبة كابتن محمد لعبة فردية. نعم. ولكن أكيد تحتاج دعم. بتكلم على اللجنة الأولمبية الكويتية ودعمها لكم وأيضا تكريمك من قبل الشيخ فهد ناصر صباح. طبعا بداية أحب أشكر أخوي وصديق الشيخ فهد ناصر صباح أحمد على رعايته وتكريمي لهذا الحفل. وأمانة دور الرياضة هذه يبي لها يعني جهد كبير من قبل الهيئة العامة للرياضة اللي لهم دور فعال مع مشواري اللي 13 سنة أنا في الرياضة الدرجات المائية. ودور النادي البحري الرياضي الكويتي يكون هو الجهة المعنية في رياضة الجيتسكي. تدري أنت هذه الرياضة مكلفة إذا ما كان هناك دعم يعني نقول شبه بسيط من قبل الجهات الحكومية ممكن المتسابق أو يعني اللي هو بيشارك في هذه البطولات الدرجات ما شوي راح تكون حمل عليه ثقيل بالمادة. فأنت لما تشتري الجيتسكي وتجهزه وتعد عليه كل هذه تكاليف ويبي له صيانة دورية. فأمانة دور الهيئة العامة للرياضة ودور نادي البحر الرياضي الكويتي ودور اللجنة الأولمبية ومدير عام هيئة الشباب وهيئة الشباب أمانة لهم فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى بهذه الإنجازات اللي قاعد نشوفها. اللي بسألك عنه يعني يخص هذه اللعبة ليش هي مو ماخذة ستايل الفورمولا 1؟ يعني ليش ماخذة ستايل إن أنت بروحك ما مو فريق مثلاً ويعتنون بالجتسكي مالك ويكون في يعني نفس طريقة سباقات السيارة؟ هي نفس الطريقة يعني مقاربة. إحنا لنا فريق منتخب الكويت درجات المائية من عدة طبعاً لاعبين من 5 إلى 6 لاعبين. الفريق هذا لما يروح يشارك البطولة كل شخص أو كل متسابق له فئة كلاس معين. مثلا محمد الربيع يشارك فئة البرو جي بي ران اباوت يعني فئة القاعد الفئة المفتوحة. مثلا محمد الباز نفس الفئة, عبد الرحمن العمر نفس الفئة, عندنا سالم مطوع يسوق الوقافي اللي هو الستاند اب اللي يوقفون عليه مو نفس اللي انا اشارك فيه. المرحلة بالنسبة حق المتسابق اذا كان هاوي اذا كان محترف اذا كان مبتدئ كل شخص له كلاس معين. فنظام السباقات نعم هي سباقات على حسب الشخص وعلى حسب الجيتسكي نفسه. نعم. اذا بتكلم على الاستعدادات يمكن محمد يعني قبل شوي وانت قاعد تقول انا كنت بشارك في الموسوعه على اساس يعني هم عمري يكون صغير. نعم. فانت العمر ياثر باللعبه. نعم. البطولات اللي تشارك فيها طول السنه عشان تستعد لها شنو هي؟ ايش كذا كلمنا على استعدادك لاي بطوله. طبعا الاستعداد ياخذ له من شهرين ثلاث شهور كمحمد بربيع يعني عنده بطوله. دائما انا عندنا احنا معسكر داخلي وخارجي طبعا عن طريق الهيئه العامه للرياضه والنادي البحري الرياضي الكويتي. المعسكر الداخلي اللي هو بالكويت انزل بحر خلال بالاسبوع يومين بالاسبوع, اروح النادي الصحي 3 أيام يومين اوف. هذا الجدول الروتيني لايام طول ايام الاسبوع. اما المعسكر الخارجي لازم تقبل اي بطوله تروح هناك تاخذ على البعض على الاجواء تختلف. يعني احنا ما شاء الله بحر مفتوح وماي مالح, لما نروح امريكا ماي حلو وبحيره. فهالامور هذه تختلف على المتسابق, الاكسجين, طريقه استخدام الجيتسكي من بحر مفتوح لمايه فلات وداهنه غير. ف يعني تكون هو انت على الجيتسكي ليش يفرق العمر بالموضوع؟ انا ودي اعرف العمر في انا تبدي الحين لان هي مو سباحه. انا بالنسبه لي العمر الله لا يقول اذا حاجتك اصابه ما راح تبرى اصابتك نفس اللي ب 18 و20 سنه و25 سنه. صحيح. ممكن تعرض اصابه انت علاجك بها دبل الشخص اللي يكون عمره صغير. اثنين لياقتك كل ما كبرت بالعمر شوي تقل عن الشاب الصغير. يعني هي ممكن يكون الكبير بعد عدة سنين ياخذ الخبرة ممكن خبرة تفيده, ولكن لياقة ظروف الله لا يقول الإصابات هذه اللي الواحد خليه يطق بريك ويخاف على نفسه أكثر باكر. الله يقول عندك عيال عندك مرة عندك أمور كويتيين ما شاء الله لازم هالحياة الدورية عندنا. إنزين محمد, هل الجيتسكي والسباقات الجيتسكي لها مثلا حرفنة معينة لازم تكون عندك مهارات معينة تحافظ عليها علشان تقدر تفوز, خصوصا أن أنت قاعد تقول يعني تختلف المياه من منطقة للثانية. فأكيد قوة المقاومة تختلف. صح. بعد ممتاز. فعلا طبعا كل متسابق لازم يكون بديهي أنه عنده أول شيء الروح الرياضية, أثنين شلون هو يجتاز بقية المتسابقين. الله لا يقوله ممكن أنا أتأخر بالانطلاقة
فإذا أنا بتجاوز الأشخاص اللي قدامي شلون أفكر إن أنا أتجاوزهم داخل المضمار بدون أي إصابات بدون أي أخطاء عندي. ففعلاً هالأمور وايد يحتاجها المتسابق، من كذي لازم يطور لياقته البدنية. فإذا كان الجيتسكي أقوى من المتسابق ما راح يقدر يتمكن يسوقه، خاصة إذا تأخر عليه 10 دقائق أو ربع ساعة من السباق، فصعب إنه هو يجدل من راح يتعب. فدائماً تكون لياقة موجودة. اثنين، يفكر داخل وهو يتسابق شلون يتجاوز الأشخاص من غير أخطاء، لأن فيها عندنا إحنا مثل المضمار في عليه بويات اللي هو اساس اللف عليه، يعني مثل خريطه. اي فاذا احنا قلطنا بكورنر لازم نعيد نروح مكان اكبر، فالواحد لازم يكون منتبه ومركز، غير انه هو يشارك انه والله بس انه على قولتهم يدخل سباق ويطلع، لا هو يشارك انه ما يطلع بس سالم اول شيء. اثنين، شلون ممكن هو يتم على هذا الرتم ويكون على حسب المركز اللي هو فيه، يعني واحد يكون بالمركز الاول واذا كان دائما دايس حيل وكذي ممكن يحوشه عطل. فدائما يفكر ان اللي وراي شوي بعيد، ممكن انا اخفف على الدراجه، اخذ سيفتي ما تخترب الدراجه، انا ما اطيح من الجيتسكي، على اساس اكمل السباق بكل رياحيه. مدة السباق ايش كثر؟ على حسب، يا 15 لفه او ربع ساعه زائد لفه. نعم احنا نبي نخفف عليك بالاسئله، لان عارفين بعد 4 ساعات عندك طياره وبطوله راح تشارك فيها. ان شاء الله. شنو البطوله اللي؟ طبعا انا اشارك في بطوله اسمها بطوله بطل ابطال العالم، تتكون من 3 جولات. الجوله الاولى كانت في بلجيكا، بطوله اوروبا الدوليه درجات المية شهر 7، الحمد لله خلصت المركز الاول ما شاء الله. والبطوله اللي توني راد منها قبل تقريبا 2 أسابيع كانت بطوله امريكا درجات المائيه، بطوله العالم حصلت على المركز الثاني. الحين عندي بطوله ملك تايلاند ان شاء الله رايح خلال الساعات القادمه ان شاء الله. وإلى الآن أنا متصدر الترتيب العام لبطولة بطل أبطال العالم. إن شاء الله الله يوفقنا بهذه الجولة الأخيرة، راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة والسبت. نتمنى إن شاء الله أن يكون يعني الفوز من نصيب منتخبنا إن شاء الله. وللعلم أن هذه أول مرة تصير هالبطولة، هي بطولة بطل أبطال العالم، ينظمها الاتحاد الـ IGSPA، وإن شاء الله تسهل الأمور إن شاء الله. تنقل هذه البطولات على الهواء؟ اي في لايف طبعا، اكثر عن طريق الفيسبوك، واذا كان في لينك طبعا يكون لها لينك معين حق الاشخاص اللي يبون يشوفونها ويتابعونها. نشكرك بطل العالم في سباق درجات المائيه الكابتن محمد بوربيع، شكرا على وجودك ويانا، وترجع بالسلامه بالانجاز ان شاء الله. مشكورين وما قصرتوا، وان شاء الله نبيضها ونرفع اسم ديرتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله. مثل ما تعودنا عليك دائما، ونتمنى باذن الله منها الاعلى دائما. امين ان شاء الله. شكرا لك وحياك الله. شنو عندنا الحين؟ عندنا ضيفنا الفنان اللي بدينا معاه الحلقة وراح نختم معاه الحلقة، الحروف العربية. اي قاعد شوفوا ايش قاعد تسوي بيدك كاشخة في الحروف هذه العربية. راح نشوف طبعا بعد شوي نتكلم مع الخطاط ورسام الخطوط العربية جاسم النصر الله بعد هذا الفاصل، خلكم معنا.